وجينا اليوم الحسم يوم البطولة. في فلوج النهاردة هاخدك معايا كواليس يوم البطولة والبطولة نفسها وازاي كان أدائنا في فئة الفيزيك وفئة البادي بيلدينج والنتيجة في الآخر في فلوج جامد جدا في حلقة جديدة من رحلة. والرحلة بتحلى وحبة بترمي فالفن احنا. من 6 شهور بالظبط قررت ان انا احضر وابدأ الرحلة 3، والمرة دي كان هدفي كارت الاحتراف، لكن ما كانش الواحد متصور قد ايه الصعوبات اللي ممكن تمر عليه في 6 شهور دول. في نص التحضيره وانت بتكبر رجلك عشان تديها الاوف سيزون الصح يجي لك اصابه كبيره، ضغط شغل، ضغط نفسي، ضغوط الحياه كبيره جدا جدا جدا، والسؤال انت ليه مكمل؟ والاجابه بكل بساطه لان دي عقليه المحارب، مهما خسر معارك فهو عارف هدفه كويس قوي، ان المعركه هي مجرد جزء من الحرب، وإن الغاية من كل ده إنك تفضل تكتسب خبرات حتى لو بتخسر عشان تعرف تكسب الحرب الكبيرة. السنة اللي فاتت دخلنا بطولات ولكن كان أقصى إنجاز عملنا كان رابع. بداية السنة دي فضلنا نتدرج في الخبرات ونتدرج كمان في الإنجازات، تلعب وسط ناس مش طبيعيين بطولة في البرو ليج وتاخد تالت إنجاز كبير، وتلعب بطولة بعديها بأسبوع وتاخد تاني وكمان في الكلاسيك فيزيك. نظرتك للمراية مع كل إنجاز أنت بتعمله وأنت عارف إن كان فيه تحديات كبيرة قوي عشان تعمله، ده أكبر من أي ميدالية تقدر تكسبها. بص لنفسك دايما إنك قادر تعمل أي حاجة طول ما أنت حطيتها في دماغك، طول ما معاك الخطة الصح اللي تمشي عليها، وإنك تصبر دايما على النتائج هتعرف إنك توصل لنتيجة كبيرة حتى أنت ما كنتش تقدر تتوقع إنك توصلها في يوم من الأيام. فالخلاصة ما علينا إلا السعي وباقي النتيجة نسيبها على المولى عز وجل، ولو فيها خير أكيد هتيجي. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ فلوج النهاردة، فلوج يوم البطولة المنتظر إن شاء الله، طريق المملكة طريق الاحتراف. ربنا يرزقنا النهاردة واليوم يتختم بكارت احتراف وذهب على رقبتنا. بسم الله، أول وجبة معانا النهاردة في يوم البطولة هنبدأه ببطاطس وهنبدأه بلحمة. فاكرين الفلوج اللي فات بتاع بطولة المغرب كنت ببدأ ببرجر، الفرق بقى بين إن أنا ببدأ ببرجر والفرق إن أنا ببدأ بحاجات كلين، الفرق في الكونديشن يا شباب ونوع البطولة. البطولة اللي فاتت كانت برو ليج، برو ليج دي بطولة محترفين. يعني بطولة محترفين يعني في ناس بتاخد استرويدز انت بتنافسها، محتاج ان انت تجيبهم في الحجم، محتاج تبقى فول على الاخر حتى لو ده هيجي على حساب الكونديشن، عشان كده احنا كنا بنريسك بجانك فود زي البرجر. طب البطولة دي بطولة اتحاد العالم للطبيعيين، فانت اصلا كبير، يعني فاكرين انتوا البطولتين اللي فاتوا قال لك انت كبير اصلا على اللاين بتاعك، احنا اصلا مش عايزين نبقى كبار اكتر ما احنا عايزين نبقى كونديشن، ما ينفعش هيجي على الكونديشن على حساب الضخامة، فما عملناش ريسك ودخلنا بالكلين. طيب معايا برجر برضو اللي المفروض افطر بيه النهارده، بس هكون معايا في الشنطه، ليه؟ لو لقيت نفسي باك ستيج فلت او عضلاتي بقت فلات هبدا اخد البرجر، وجايبه المره دي صغير شويه عشان ما يملاش بطني، بحيث ان انا ابقى متحكم في الايه في الابس بتاعتي على المسرح. هناكل الوجبه دي ان شاء الله، نحضر الشنطه ونقوم نجهز ونلبس عشان نروح التان، عشان البطوله بدات دلوقتي بالتينز واحنا اخر طول هيبداوا بالفيزيك وبعد كده البادي بيلدينج ان شاء الله. ادعوا لنا يا شباب ربنا هيوفقنا ان شاء الله اللي احنا بنعمله، ربنا كريم شاف تعبنا واكيد هيرزقنا باكتر من تعبنا لان فضله واسع جدا علينا. يلا يا شباب ادينا اهو في مقر البطوله ان شاء الله، في بوث بقى لكل حاجه للسبونسرز بتوع البطوله. ان شاء الله هنخش دلوقتي نعمل تان، نظبط الفورمه، نلمعها نشخلعها كده عشان نطلع كريسبي على المسرح. جونيورز بيبداوا ويخلصوا اهو واحنا بعديهم، فيلا بينا عشان نلحق. اجواء
ايه فورم الاجواء؟ لسه داخلين بس في فايبس حماسيه. ان شاء الله ان شاء الله خير. هلا بالشباب. هلا منطقه التسخين. احنا رحنا للستيج لقينا ان احنا اخر طول ولسه في اكتر من ساعتين كاملين او ساعتين ونص عقبال ما ندخل التاني اصلا. طيب جينا نتصور لقينا نفسنا فلات سنة. قلت لكم ايه في البيت؟ لو لقينا نفسنا فلات سنة هنصيف نفسنا ببرجر. جبنا البرجر كلنا واحد دلوقتي عشان نخش زي ما بقول لكم واحنا دراي كده يبدأ يبومب العضلات. ده كانت الامرجنسي كيس اللي احنا جبنا بيها البرجر والحمد لله ان احنا جبناه عشان لسه قدامنا ساعتين ونص. فاحنا جسمنا هيدبلت شويه وهيفلت شويه. جسمنا دراي قوي الحمد لله الحمد لله الحمد لله. كونديشن حلو قوي بس العضلات تحس ان هي دخلت لجوه شويه ففي كشكشه جلد شويه عايزين نشدها. نعمل ايه؟ ناكل برجر عشان لما نيجي نسخن كل حاجه ترجع زي ما بالظبط. احنا اهو جنبنا الشباب كلها مستنيه ان شاء الله الجونيورز بيلعب. عندنا ممثل مصري اسامه سعيد بسم الله ما شاء الله عليه متوسطاً فيا رب ياخد في تحت 23 سنه ذهب وان شاء الله نطلع نكسر الدنيا. خلصت البرجر هقفل هحاول انام لي شويه عشان نطلع نخلص التان ونفرتك الدنيا. ومعانا البطل نضال بسم الله ما شاء الله عليه مشهور في السعوديه جامد جدا. الناس اللي عندها السناب هتعرفه اكيد اكيد الحمد لله. نضال داخل جونيورز بودي بيلدينج وكبار بودي بيلدينج وبسم الله ما شاء الله حاجه يعني زي ما بيقولوا كده جيفتد. ايه رايك في البطوله بتاعه الطبيعيين في السعوديه وايه رايك في التنظيم لحد دلوقتي وايه رايك في الطبيعي والطبيعي يقدر والطبيعي يكسب؟ اول حاجه جميل ما شاء الله انه في كميه جونيور كثار جدا في البطوله. طبعا بغض النظر انه العدد مره مهول ما شاء الله هذا شيء جميل وايجابي انه كل ما كثر دخول على المسرح وكل ما كثر الاقبال كل ما دل انه مستقبلا ان شاء الله بيكون في نجاح للبطولات وتوسع اكبر. فشيء جميل خصوصا الجونيور انت تستمتع وتنبسط انه في جونيور كثيرين مره ما شاء الله في المسرح. معناه ان مستقبل البودي بيلدينج معظمه طبيعي الحمد لله بالضبط. معروف بالاي في بي متسح الموضوع لكن بما انك هتشوف العدد الكبير هذا في كل فئه 40 واحد تقريبا جونيور فيزيك 40 واحد هذا يدل ان شاء الله مستقبل زاهر مستقبل ناس اوكي بتفتحون قبل ام بي اف. لا قبل ام بي اف مشاركه حلوه نضيهم لازم تاخذ اسطوره عشان تنافس تستمتع. ترى المشاركه برضه متعه واستمتاع ويعني رغبه المسرح يكسرها بالضبط وياخذ الاكسبيرينس ويحس بالادرينالين اللي على المسرح. اكزاكتلي يعني احنا بالباك ستيج قبل لا اخش فيزيك الناس قاعده تضحك وتنبسط وكلنا قاعدين نشجع بعض سبحان الله تحس الجو مو جو خوف ولا بالعكس جو مبسوطين وهذا مكاننا. هو ده اولمبيا بتاع الطبيعيين بالضبط يعني واخيرا صار مكان المصغره بتاعه الطبيعيين بتاعتنا احنا كطبيعيين يعني. فزي ما الناس اللي في اولمبيا بيحسوا بالاحساس بتاع الادرينالين بالايفوريا احنا كمان هنا بنحس بنفس الاحاسيس دي. فيعني نتمنى ان الايفنت يكمل ونتمنى نشوفك بالذهب عشان انت راجل مجتهد ان شاء الله يا رب. بغض النظر انت عملتش كارد لا تضحونا لا ان شاء الله نجيب حاجه حلوه وما شاء الله البطوله جميله ما شاء الله بحضور برضه ناس معروفين زي انفورما تغطي البطوله وزي كذا شيء ايجابي. انا بصراحه دخلت الرياضه عبر انفورما انا قلت لك هذا الكلام عبيبي. يعني فسبحان الله كان مؤثر علي طبعا عمري 21 سنه فالقصه حرفيا من اول الناس كنت اتابعهم انفورما. فسبحان الله شيء جميل الواحد يصنع محتوى ويكون مشجع للاطفال الصغار وزي كذا اكبر دليل ما شاء الله الناس قاعد تصور معه كل واحد جاي واحد ماشي فشيء ايجابي شيء تفتخر فيه والله انفورما. فكلنا حب وفخر بالكش الجميل هذا حبيبي بيس اوت بيس اوت. طيب يا شباب داخلين دلوقتي نعمل التان. التان ده لازم لو ما ظبطش ولا كأنك نشفت ولا كأنك عملت حاجه فربنا يستر نعمل التان يطلع حلو علينا ان شاء الله خير. نخش نعمل التان نظبط الاداء وبعد كده نبدا بقى تحميله ما قبل التسخين. يلا بينا. الراجل ده صح الصح والتم بتاعه صح الصح عايز ايه بين اخواتك يا حبيبي اللي بيحصل ده فورم هو مين؟ طب
يلا بينا. طيب يا شباب بنعمل التان دلوقتي معنا هاني رامبود او عمر رامبود. ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه. انت ايه رايك في التنظيم النهارده والبطوله؟ لا صراحه البطوله تنظيمها رائع يعني بالنسبه للعدد ده وكاول سنه تعمل ان هو عرفوا ينظموا وكل حاجه تبقى قريبه من بعض. دي حاجه انا فخور بيها قوي. احب اشكر يعني مستر فهد على التنظيم الرائع رائع 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 ده. ما شاء الله عليهم. كمان انا شايف كمان حته الحوار ان هم بينظموا التان مش كله داخل مع بعض. وحوار لا وحوار ان التان المراوح يا باشا موجوده. جيب المراوح. جيب الخيام. جيب اللايتنج. يعني كل اوضه خيمه التان عليها اللايتنج بحيث انه يضمن ان الصبغه متساويه على جميع اطراف الجسم. فهو برده يعني مسترخص وجاب شركه تان الحمد لله كويسه عشان ما فيش لعيب يتظلم بسبب تان او حاجه من الحاجات اللي احنا كنا بنشوفها في البطولات اللي قبل كده. لسه كنت بقول لهم ان من فكره التان التان ممكن وانت ناشف يبينك ان انت مليس. والتان وانت مليس ممكن منك انك ناشف. ممكن والله العظيم. يعني ياما شفنا ناس التان بيحولها للأسوأ او للاحسن. فكره التان بجد يعني ممكن مجهودك كله يروح. فاول حاجه تعمل اللي عليك انك تكون حاله شعر جسمك مظبط حمام ميه ساقعه الكلام ده كله مش حاطط ديودرنت الكلام ده. وتاني حاجه يكون الرش تكون من شركه نظيفه فدي اهم حاجه. هم مختارين ذا سبراي تان فدي شركه اعتقد كويسه يعني. وبروتان الصبغه نفسها بروتان اللي هم جايبين الماده نفسها بروتان هي اظن 10 شركه بروتان اللي بتعمل مستر اولمبيا بيج رامي والناس دي كلها. فاحنا طبعا بنشوف الناس دي التان بتاعها بيرفكت. كان نفسنا نشوف لعيبه زينا طبيعيه بيدينوا نفس مستويات التان دي. خير ان شاء الله يا شباب هنطلع نكسر الدنيا. هننشف دلوقتي وبعد كده نسخن. يا باشا استنونا في اول طلعه يا ربنا ادعوا لنا يا شباب. طيب يا شباب ده التسخين قبل ما ندخلش الستيج. احنا داخلين فئتين زي ما انتوا عارفين. فئه الفيزيك هتتلعب الاول وبعد كده هندخل على فئه البادي بيلدينج. الفكره في البطوله المره دي هم هيلعبوا فئه الفيزيك وبعد كده هيطلعوا النتائج بعد فئه البادي بيلدينج. يعني هم هيلعبوا كل البطولات وبعد كده يطلعوا النتائج. الفكره هنا في التحميله لما تيجي تلعب ما بين الفئتين هتتغير ولا لا؟ ربنا يستر. وعرفت كمان ان الحكم اللي ما بيحب الشكل في الفيزيك هو الهيد جادج. فربنا يستر وكان الله بالامر. الحمد لله خلصنا العرض الفردي وتقريبا كان احسن عرض فردي موجود في البطوله بشهاده الجميع. الثقه في النفس عاليه المره دي جامد جدا والحمد لله. الكونديشن على المسرح ولا غلط. بدعي في سري ان ربنا يكملها على خير. وهنا بدانا اللاين بدانا المعركه الحقيقيه. الحمد لله ما شاء الله اكبر واحد على المسرح بكونديشن جامد جدا والبوزن متحكم منه 100%. دلوقتي حان ميعاد الفيرست كول اوت. عمل الفيرست كول اوت اللي هم التوب 10 بالنسبه له وقال مش هنادي بالترتيب هنادي بترتيب الارقام. وبعد كده هيعمل الفاينل ليست بالنسبه له بالترتيب النقط اللي هو قايل عليها. الحمد لله في الفيرست كول اوت ولا غلطه. واقفين في الديت سنتر طول الوقت. قربت وانا عامل اي كونتاكت مع الهيد جادج وانا واثق من نفسي مبتسم له على طول عارف مستوايا فين وعارف البوزنج اللي انا بعمله عامل ازاي. فالحمد لله كل ده تحت السيطره. رجعنا ورا وهيبدا ينادي الفاينل ليست للتوب فور بالنسبه له بالبوينتس اللي هو حاططها.
103 اتنادى في الفاينل اول اسم واتحط في السنتر كاكتر واحد اقل بوينت فيهم، يعني معنى كده لحد دلوقتي احنا الاول. وانا في على بالي هنا فين بقى الخازوق، اكيد في خازوق هيجي دلوقتي هيودينا في ده. بعد ما كنت في السنتر فتره طويله لقيته مره واحده بيخليني على الشمال. اوبا ايه ده، احنا هنخسر ولا ايه؟ ايه اللي عملناه غلط؟ انا متحكم في البوز على طول. صدمة على وشي شوية، ببص له لقيته بيبص له ويضحك. قلت يمكن بيلعب معايا لعبة عشان يختبر قوة ثبات الانفعالي. قلت هتعال العب معانا كمان لعبة وافضل اعمل اي كونتاكت معاه وابتسم له نفس الابتسامة. وبعد ثقة في النفس كبيرة رجعني في السنتر تاني وهو بيضحك نفس الضحكة اللي هو يا لئيم طلعت منها، ده انا كنت بختبر ثباتك الانفعالي فعلا. وفي الاخر رجع الترتيب كما هو عليه في الفاينل كول اوت. خلاص يا شباب هانت، فاضل على الحلو تكة. المفروض هننزل وبعد كده بعد ما خلص البادي بيلدينج هيبدا يحط السكور ويبدا يدي ميداليات. يا الهي ده اكتر لعب، يعني هو الراجل من كتر ما بيلعب الجادج قال لك اي لاف ذيس جيم. ايه يا عم انت مروان سري ولا ايه يا عم؟ في لا بس الحمد لله الناس، انا ما شفتش نفسي لحد دلوقتي بس الناس من الفيدباك بتاعها وانا نازل بتقول لي مستوى مختلف، الحمد لله مستوى مشرف. خلصنا البطوله وخلصنا اللاين ديت سنتر، يا رب يكرمنا وان احنا ناخد اول عشان انا تعبت. هو فضل يلعب كتير بس انا تعبت فعلا. والمره السنه اللي فاتت كان ناديت سنتر وفي الاخر طلعنا بره التوب 3، فالمره دي يعني احنا عملنا اللي علينا. ندخل بقى على فئه البادي بيلدينج. وانت احسن يا مدس احسن وحش انفورما عشان فارما ودي هندسه جامد يا حسين وحش يا فارما جامد ودي كمان يا فارما. ندخل على العرض الجماعي. وزني كان الوزن الاخير الوزن التقيل فكانت في ضرب نار. فكره ان انا اخش بادي بيلدينج اصلا كانت مختلفه بالنسبه لي السنه دي بسبب الاصابه اللي في رجلي. قلت مش هخش بس قلت في الاخر بعد ما رجلي بدات تظبط شويه ما نديها تجربه يمكن يكون فيها ويمكن رجلي تشرخ كويس قوي عن السنه اللي فاتت. بسبب ترتيب اللاين كنا واقفين على اليمين خالص وبعد كده نقلوني في النص. دلوقتي انا ضمن التوب 3 وهنا بدانا معركه الفاينل. من البوز اللي انا محترف فيها قوي هو اللات سبريد. اديتهم واحده لات سبريد بعديها على طول حطوني في النص. فوز انفورمال اللات سبريد ما بيهزرش. كده بقى نبدا المعركه واحنا في النص كده واحنا رايقين. وبدات اخد راحتي اكتر وثقه كبيره جدا وانا ببوز بقيه البوزز. الواحد برضو احساس السنتر بالنسبه له ده احساس بيدي ثقه في النفس كبيره جدا. يبدأوا يغيروا الترتيب بعد كل بوز ومهما غيروا الترتيب انا ستيل في النص. يبدأ يغير اللي على يميني يخليه شمالي واللي على شمالي يخليه يميني، ستيل من فورما في النص. والحكم كان ماسك قوي في البوز بتاع السايد شيست ده وخلانا نعمله من الناحية دي ومن الناحية التانية. بس الحمد لله الواحد ثقة في نفسه كبيرة بيضرب البوز طالما هو متمرن عليه فمحكم فيه، فمهما كان هو عايز ايه هنعمله نوريله احسن ما في البوز عندنا. وفي كده ختمنا فاينل الهيفي ويت واحنا في الديد سنتر بالظبط في التوب 7. احنا الديد سنتر 3 على يميننا 3 على شمالنا كده مستنيين النتيجه. هينزلونا تحت يطلعوا الاول الفيزيكي التوج وبعد كده يطلعوا البادي بيلدينج التوج. وبعد ما نزلت لقيت واحد بالبلاك ستيج قال لي تخيل يا انفورما ممكن يكسبوك بادي بيلدينج ويخسروك فيزيك لانك كنت جامد قوي في البادي بيلدينج. ما اعتقدش ان في حد ممكن يكسب كارتين احتراف فئتين لان كروت الاحتراف قليله. قلت له سيبه على الله انا كنت في الاثنين عملت احسن حاجه عندي. وجي معاد نتيجه الفيزيك طلعت بس بصراحه من نظر الحكم ليا كنت قلقان. نادى الخامس نادى الرابع ونادى الثالث وبكده يا اول يا تاني كده ان شاء الله ربنا يستر وما يحصلش اللي في بالي واللي في بالي يكون غلط ونتوج بالاول. نادونا احنا الاثنين في السنتر عشان يعلنوا مين الفايز بفئه الفيزيك وكانت الصدمه. المركز الثاني من نصيب حسين 103
صدقني الضحكة دي ما كانتش فيها حاجة تانية غير ان انا عمال ابص للحكم واضحك له، اقول له انت عايز مني ايه تاني؟ انا عملت كل اللي اقدر عليه عشان ان انا اكسب البطولة دي. سبت الحكم ده في دبي عشان عارف ان هو ما بيحبش شكل جسمي، ورحت السعودية ولقيته برضه حكم. اروح منك فين يا عم؟ ولما سألته ليه خسرت قال لي محدش بيزعل ان هو خد تاني، هو مش عارف ان احنا عقليتنا عقلية بطل، بس مهما كان لازم نقول مبروك للبطل. الف مليون مبروك يا حبيبي، ان شاء الله الجايات احسن. بس هل يا ترى هيدوني حاجه في البادي بيلدينج ولا هتقلش واطلع بموت بالحمص؟ ملحوظه، تنظيم البطوله من الناحيه التنظيميه كان جامد جدا، لكن المشكله في الحكام كانوا بياخدوا وقت كتير قوي عشان يحكموا ما بين المتسابقين ويحطوا المراكز، وده ادى ان البطوله تتاخر توصل انها تخلص لتلاتة الفجر. المصور بتاعي كان عنده امتحان للاسف تاني يوم الساعه 10 الصبح، فاضطرينا ان احنا نحجز له طياره الساعه 2 الفجر على اساس ان البطوله اخرها هتخلص الساعه 10 بالليل، لكن اضطر يمشي للاسف بعد تتويج الفيزيك، فما حضرش تتويج البادي بيلدينج ولا حضر الاوفرول. مفيش فوتج للكلام ده كله، بس هسيبكوا دلوقتي مع الاوفرول اللي قدرت ان انا اجيبه من ستوريز وحد صورني من بعيد. فيا ترى الحكم اللي مش مقتنع بيا كفيزيك هيديني كارت في البادي بيلدينج، ولا هو مش مقتنع بيا عامه ولا ايه؟ ما تيجوا نشوف. والحاصل كارت احترام في بادي بيلدينج لاعب رقم، انا ما ابغى كارت بس ابغى بطل 103. الحمد لله الحمد لله، جبنا الكارت اخيرا، طريق الاحتراف وصلنا بيه لكارت الاحتراف. تخيل الفئة اللي انت كنتش هتخشها عشان جالك اصابة جامدة جدا وقطع في الضمة في الرجل، هي الفئة اللي انت تكسب فيها كارت الاحتراف. وفي ايه؟ في الهيفي ويت. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، تمت عملية اقتناص كارت الاحتراف في اتحاد الضبعين WMBF بنجاح. وبمناسبة هذا الكارت الكارت اللي تعبنا معاه، هنعمل تيست اليورين تيست، هياخدوا مننا عينه من البول ويحللوها عشان يتاكدوا انك طبيعي ويودوها للوتر. يلا باشا وثق اللحظه. عيب عيب، هو يدخل معايا هو يدخل معايا انت ما تدخلوش. يلا شوفوا بعد التيست. يا اللحظة المنتظرة، الذهب على ميزانك والفوكارت على ميزانك رب العالمين. الرحلة لكارت الاحتراف تمت في البادي بيلدينج. ربك كان عايزنا نكمل عشان ناخد كارت الاحتراف في البادي بيلدينج. الحمد لله يا شباب، خدنا ثلاث ميداليات، اربع ميداليات النهارده، اربع ميداليات منهم الذهب بتاعت الفوكارت دبليو بي اف بروفيشنال. الرحلة لسه مكملة، الرحلة لسه مكملتش، أنا تعبان جدا جدا مرهق، طلعت أكتر من كام مرة، ست مرات على المسرح. الحمد لله رب العالمين، ربنا أنصفنا في آخر دقيقة زي أبو تريكة والأهلي، فالحمد لله. نقفل فلوجنا هنا، نكمل الفلوجات الجاية عشان لسه الرحلة مكملتش، ولسه في مفاجأة كمان، بس آكل وأظبط دماغي وأرجع لكم تاني. أحلى شباب في الدنيا، أنا فرحان جدا وبحبكم قوي، وخلي بالكم من نفسكم، خلي بالكم من حالكم.